نعم، ماذا تريدين؟ عفوا، في الحقيقة لم أشأ الإزعاج، أعود لاحقا. عن من تبحثين؟ عن ألفريدو صح؟ اسمعي، انتظريه لحظة، كان يستحم، سيأتي حالا. ألفريدو، ألفريدو حبيبي، يطلبونك. إنه آت. وهذا لألفريدو؟ نعم، صنعته أنا. ماذا يجري هنا؟ اعذرني، لم أشأ الإزعاج. إنها غريبة الأطوار. ما كان يجب أن تفتح الباب. من هي؟ إنها ابنة الجيران، وبسبب سوء تصرفك وضعتني في مأزق حرج. لماذا؟ كيف لماذا؟ هذه العائلة محافظة جدا، ولا يروق لها أن تجد عندي امرأة. تذكري بأنني مستأجر عندهم، أرجوك ديانا. حسنا، قل لهم بأني خطيبتك وبأننا قريبا سنتزوج. أنت وأنا لن نتزوج أبدا. فلديك خطيب، أنسيتيه؟ واسمه رودولفيتو. تحب أن تغيظني، فأنت تعلم أن رودولفو لا يعني شيئا بالنسبة لي. لكنني دائما أسمع والدتك تخطط لزواجك من رودولفو، لما لا تتزوجين من ذلك البهلوان وتنجبين بهلوانا صغيرا؟ لا تغضبي، لا تغضبي، اهدئي، تعالي إلى هنا. ماذا تريد؟ فقط أريد أن أتحدث معك. لكن يجب أن تخرج قليلا، فالحياة ليست فقط بالعمل والجهد. اسمع، ما رأيك لو نخرج مع الممرضات مثلا؟ لنقل اخرج انت مع التي تدعى أورورا. نعم، أورورا، وانا سأخرج مع نورما. ربما اقنعها باني رجل حياتها. نورما، وديانا، الم تقل لي بانك مغرم بها وبانك؟ اهلا ديانا. ديانا انت تعرفها. على كل ما زالت حزينة وفي حداد على موت خالها، ولا تريد الخروج معي. إذا اذهب أنت إلى منزلها وهدئها رودولفو. صباح الخير. أهلا. وحاول أن تعزيها. هل أنت مجنون؟ أنا لن أعلن الحداد، لكن أرجوك، أنا رجل أليخاندرو ويجب أن أموه. إن أرادت الخروج معي أوكي، وإلا سأبحث عن أخرى. أنا لست قديسا أليخاندرو، افهم ذلك. إذا أخرج مع نورما وحدك وأنا أعود إلى المنزل. أخبروني بأن أبي عاد. باي. دائما والدك، دائما والدك. من المؤكد أنك متعب من السفر. لن تتصوري ماذا فعلت. أمضيت يومين وأنا أنتقل من طائرة إلى أخرى. تعبت جدا. عذرا، ويسكي سيدي. شكرا دورا. هل أنت جائع؟ كل ما أريده هو أن أستحم وأرتاح. دورا أرجوك، خذي حقيبة أنطونيو وحضر الحمام. حاضر سيدتي، عن إذنكم. كيف كانت الرحلة؟ سيئة، سيئة. بكل أسف لم أجد هذه الفتاة، وكأن الأرض قد ابتلعتها. حسناً، لم تبحث عنها كثيراً. نعم، لكن كنت أعتقد أنني سأحظى بالمعلومات عنها في المكسيك. بحثت في كل مكان، وحتى في مزرعة عائلة مندوزا. أتذكرين المندوزا؟ طبعا طبعا أذكرهم. من المؤسف أنهم قضوا جميعا بتلك المأساة. تصوري أنه لم يعلم أحد من اغتالهم، مع أن إزكييل عرف منهم. كيف؟ هو لم يعترف لي، لكنني كنت أعرفه تماما. عندما كنت أكلمه عن المندوزا كان يسكت ويخفض رأسه. أنا متأكد أنه كان يعلم شيئا عن القتلة. إذن لقد علم بهم وبقي سره معه. هذا صحيح، لكن هذا حصل منذ زمن بعيد. أما الآن فكل ما يهمني هو أن أجد ابنة إسكيل. سأبحث في كل مكان إلى أن أجدها. وإن لم تجدها أنطونيو، ماذا سيحصل إن اختفت تلك الفتاة؟ أو أكثر، إن اكتشفت بأنها ميتة؟
عندها يجب أن أعلم الشرطة. الشرطة؟ إزكيال ترك رسالة مختومة وقال لو حدث شيء لابنته ولو ماتت لأي سبب يجب أن أتصل بالشرطة، ولسبب أجهله كان خائفا كثيرا على ابنته، لذا فأنا مصر أن أجد غوادالوبي سانتوس، لأنه ربما حياتها في خطر وهي بنفسها لا تعلم ذلك. أنا ماريلوسا، منذ متى وأنت هنا؟ جئت فقط لكي. أنت غاضبة مني صح؟ لا، ولما أغضب؟ على علمي أنت لم تفعل لي شيئا. ماريلوسا، أريد أن أشرح لك ماذا جرى. لست مضطرا لأن تشرح لي. على كل، من أنا بالنسبة لك؟ لا أحد. لا تقولي هذا، فهذا غير صحيح. حسنا، لنحلل الأمور. تعلمين بأنك مميزة عندي، أعرفك منذ سنوات عديدة، منذ أن كنت طفلة صغيرة، حينها كنت تركبين تلك الدراجة وخالتك أجدة كانت تبحث عنك في كل مكان، وما كان أحد يستطيع أن يوقفك. تذكرين يوم صدمت دراجتك بسيارتي وكسرت لي الضوء؟ ها؟ وحاولت أن أصلحها لك لكن لم أستطع، وعندما وصلت لم أعلم أين أختبئ. وبدأت تبكين كطفلة صغيرة. أتذكرين أنت لم تبكي لأنك جرحت فمك، بل بكيت من أجلي. نعم، وعدتك أني لن أدعك تبكين بسببي، تذكرين؟ لكنني لم أبكي بسببك. أما اليوم فبلى، وأعلم أنني قللت التهذيب معك. كنت مع امرأة وما كان يجب أن أدعها تفتح الباب. كان يجب أن أكون حذرا كي لا أهين لا أمك ولا خالتك، وخصوصا أنت يا حبيبتي. اسمع، لا تقلق علي. على كل، أنت رجل وأنا، وأنت كشقيقتي الصغيرة. اسمعي، تعالي تعالي إلى هنا. أنت ستبقين بالنسبة لي الفتاة الشقية التي تفعل أي شيء لترضيني. تذكرين بأنك ما كنت لترفضي لي طلبا؟ كنا نضحك ونلعب، لكنك كنت تغارين من كل فتاة تقترب مني. كنت تغارين حتى من بيرلا، تصوري. ماريلوسا، لك معزة خاصة عندي، لهذا لا أريدك أن تغضبي مني. أنا لست غاضبة، لكنني. لكنك ماذا؟ لا شيء، أنت لا تفهم شيئا ولن تفهمني أبدا. ماريلوسا، أتساءل متى ستكبر هذه الفتاة، ومتى ستنسى أحلام الطفولة وتصبح امرأة، امرأة بكل معنى الكلمة. ما تقول ما في حل، صدق أو لا تصدق العالم الروحاني. هذه المرة السيدة لا تريد أخطاء كوتشيفيو. المشكلة جوني، نحن لا نعلم أين نجد الفتاة ولا نعلم أين هي. سوف نتحرى عن الأمر. وكيف؟ ستتبعاني أنطونيو المحامي، فهو يبحث في كل مكان عن غوادالوبي سانتوس، والسيدة تعلم جيدا أن لديه معلومات تدله أين يمكن إيجادها. السيد أنطونيو إنفانتي، المشكلة الوحيدة أننا نحتاج للمال لتنفيذ العملية. بس السيد إنفانتي ليس غبيا، يجب أن ننتبه جيدا كي لا يعلم أننا نتبعه. المال
متوفر حتما. أنا من سيدفع لكما، ستحصلان عليه وأكثر، لكنني أريد عملا جيدا وفعالا، واضح؟ لا تقلق جوني، سنراقب أنطونيو أنفانتي وسنتبعه إلى أن يوصلنا إلى الفتاة. من ثم؟ من ثم ستبدأ المشاكل. لويزا لن تستقبل بسهولة ابنتها إسكيل. ولم لا؟ فلديها الحق كلويزا نفسها كي تعيش في المنزل. لكنك تعرفين لويزا، لديها طبع رهيب. المهم أن أجد أولا هذه الفتاة ومن ثم سنرى. مرحبا، وصلت في الوقت المناسب. أهلا. أسكب لك دكتور؟ أموت من الجوع. سوف أعود حالا. كيف كانت رحلتك أبي؟ سيئة، لم أجد من أبحث عنه، لذا علي أن أسافر من جديد، وربما غدا. حبيبي، ظننتك ستبقى هنا مدة أطول. لا، لا أستطيع أن أبقى وأشعر بأنني لم أفي بوعدي. أنا قلق ويجب أن أجد هذه الفتاة. وهل تعلم من أين تبدأ البحث؟ ذهبت إلى القرية في المكسيك حيث ولدت، ومن ثم إلى لوس أنجلوس، لكن لم يرشدني أحد أين أجدها، وكأنني أبحث عن إبرة في كومة قش، لن أجدها بسهولة. لكن إسيكييل ألم يرشدك إليها؟ وكيف يرشدني إليها وهو لم يعرفها حتى؟ ومن تكون؟ ما دخلها بإسيكييل؟ إنها قصة طويلة، المهم هو أن أجدها. كل ما قاله إسيكييل عن هذه الفتاة هو اسمها، وتدعى غوادالوبي سانتوس. مستحيل. لماذا؟ ما بك؟ اسمع أبي، يبدو أن القدر قد لعب دوره، لكنني سأوفر عليك مشقة كبرى. ستجد هنا عنوان الفتاة، هذا عنوان غوادالوبي سانتوس. غوادالوبي سانتوس؟ أنا أبحث عن هذه الفتاة وأنت تعرفها؟ منذ متى أليخاندرو؟ ما هي علاقتك بتلك الفتاة؟ إنها تحرك الدمى مع أصدقائها، وقد عرضوا مسرحية للأطفال في المستشفى. هناك تعرفت إليها وكلمتها. لديها عاهة في رجلها، وهذا مؤسف لأنها جميلة جدا. متأكد من أن هذا هو عنوانها وتعيش هنا؟ نعم، ورأيتها. لقد أخذت لها بطاقة من ممرضة في المستشفى. لكن ما بها غوادالوبي سانتوس؟ هل فعلت شيئا؟ لماذا تبحث عنها؟ لأنها الابنة غير الشرعية لإسكيل. كيف؟ نعم، منذ زمن بعيد كانت لإسكيل علاقة مع خادمة في المنزل، وكانت الخادمة شابة وقد أغرمت بإسكيل، وطبعا قد أحبها على طريقته. جولي كانت تستهويه وكانت جزءا من ممتلكاته. لم يفكر إسكيل بأن هذه الفتاة ستهرب ولن تعود أبدا. ولماذا هربت؟ دورا، لديك ما تفعلينه في المطبخ؟ نعم سيدتي، عن إذنكم. ماذا حصل أبي؟ لماذا هربت تشولي من المنزل؟ لأنها كانت حاملا، وكان يريد إسكيل بأن تشهد، لذا هربت كي تنجب الطفلة، وهكذا ولدت غوادالوبي، وتشولي ماتت وهي تلدها، ودائما أشعر بأنني سبب موتها. لكن حبيبي، هذا ليس صحيحا، أنت لم تكن مسؤولا عن تشولي. أنا أحضرتها من مكسيكو وكانت لا تزال طفلة، ما كان يجب أن أخرجها من بيت المندوزا، فلقد ربوها كابنة لهم. هذا الاسم ليس غريبا عني. كان أفراد هذه العائلة أصدقاء السامبرانو، وقد ماتوا في يوم زفاف إحدى بناتهم. ولم يكتف المجرمون بالسرقة، بل قتلوهم كلهم، ومن ثم أحرقوا المنزل. عائلة مسكينة، كانت عائلة طيبة كريمة، فلو بقيت تشولي معهم لكانت سعيدة الآن. لو أن تشولي بقيت في منزل مندوزا
لكانت ماتت في ذلك الهجوم. على كل حال لقد ماتت هي أيضا. يبدو أن مصير المسكينة تشولي كان مرتبطا بتلك الكارثة. كانت ستموت إما بتلك المذبحة وإما بسبب حب خاطئ. الحب يقتل ألفريدو، لكنه يقتل ببطء وبهدوء. إن أحببت يوما أرجو ألا يصيبك ما أصابني. ما زلت أحب الذي لا يحبني، ولم يتركني لأجل امرأة أخرى، بل من أجل ما لا يمكنني مواجهته ليكرس نفسه للرب. اعتقدتك استسلمت للأمر الواقع. أنت لا تعلم معنى هذا. عندما أفكر بإخوان بابلو أشعر بانكماش هنا، وكأنه انفجار يصل إلى أعلى صدري فأشعر بضيق، وعندها أتألم كثيرا ولا أستطيع البكاء. تحبينه كثيرا، لا أريد أن أراك تتعذبين. أغرمت به في اليوم ذاته الذي عرفتني إليه بعد المباراة، أتذكر؟ نعم أذكر. وعندما رأيته علمت أنني لن أعرف رجلا غيره. لقد أعجبني طبعه المرح وهدوءه وطريقته بالكلام مع الآخرين. هو بالفعل شاب مميز وأيضا صديق وفي. كنا نقيم في الغرفة نفسها في الجامعة وندرس سويا ونلعب في الفريق نفسه. كان كل من في الجامعة يحبه ويحترمه كثيرا، وكنت دائما أتمنى لو أكون مثله وأحصل على شعبيته وحسن تصرفه. خوان بابلو وأنا لم نفترق وما زلنا أعز الأصدقاء، وكان هو دائما الصديق الطيب. أنت طيب مثله، لكن أمي تجبرك أن تكون مختلفا، فلقد نقلت إليك شمئزازها. ليس صحيحا بيرلا، لا يجب أن تتكلمي هكذا عن أوليفيا. أؤكد لك أن لديها دوافع لتكون هكذا. أي دوافع تجعلها تعاملني وكأنني غريبة وكأنني المسؤولة عما جرى ولا أعرف ماذا؟ بيرلا لا تبدأي من جديد، أوكي؟ لكنني أريد أن أعلم ماذا جرى. ما هو السر الذي يجمعك بأمي؟ ولا تقل لي إنه ليس هناك من سر. منذ طفولتي أشعر وكأنني دخيلة بينكما. كنتما تتكلمان بالألغاز وتتحدثان عن أمر جرى تخفيانه عني. لم نخفي شيئا. أنت تكذب. لنغفل الموضوع من فضلك، لا أريد الشجارة معك، لا أريد أن أضيع هذا اللقاء. أخبريني حبيبتي، إذن هل ستبقين معي خلال فترة فرصتك؟ ها؟ هذا سيسعدني، لكن لا أريد إزعاجك. لا، تعلمين أنك لا تزعجينني. ستنامين على هذا السرير ككليوباترا وأنا سأنام على الأريكة هنا. عجبك هذا؟ وسأهتم بك وكأنك طفلة، سأرضيك وسأجعلك تنسين تلك الأفكار الغبية التي تحملينها في رأسك. من المؤكد أن هذه هي أجيديتا، قد أتت لتعلم من جديد من أتى إلى هنا. جئت لأصطحبك ألفريدو، سنذهب لمشاهدة. كيف حالك أخوان بابلو؟ أنا بخير، سعيد برؤيتك. متى وصلت إلى هنا؟ منذ قليل. وستبقين هنا؟ نعم طبعا طبعا ستبقى هنا بكل تأكيد. أؤكد لك أنك لن تزعجيني أبدا، أنا سعيد باستضافتك عندي. وبهذه الحال سنبقى نحن الثلاثة سويا كما كنا. طبعا طبعا كما كنا؟ متأكد؟ حسنا، علي أن أذهب لأنه يجب أن أخذ بعض الملفات المهمة إلى المكتب. ها؟ ستتأخر؟ لا تقلقي بشأني، سأحاول أن أنهي عملي سريعا، لكن لا تنتظريني، فهذا بيتك ويمكنك أن تفعل كل ما يحلو لك. أوصيك بأن تهتم بها. إنها بأيد أمينة، بيننا حديث طويل. تصورت ذلك، سأعود في أسرع وقت ممكن. باي. أصبحت أجمل وأكثر نضجا، تغيرت بيرلا. أما أنت
فلم تتغير، فأنا أراك وكأن الوقت لم يمضي وأننا عذرا لم يعد يحق لي أتكلم هكذا أو الشعور نحوك بشيء. ما بك بيرلا؟ كنت أعتقد بأنك يا بابلو، رغم أنك تراني مختلفة لم أتغير، ما زلت كما عرفتني وما زلت مغرمة بك. حسناً، أنا كنت أخبرك عن الفرق ما بين الحب والمتعة التي تحتاجها طبعاً كرجل، ويمكنني إرشادك إلى مكان تلك النساء اللواتي يشعرنك بالسعادة. هيا أنهض لنذهب. لا يمكنني الآن، أنا مشغول. بماذا؟ بتلك الآلة؟ اسمع، هذه للأطفال. أؤلف موسيقى جوني. موسيقى، إن علمت أمك ستحطم هذا التأليف على رأسك. يبدو أنك لا تعرفها. أنت من لا يعرفها. إن علمت أمي أنك تدعوني للخروج مع النساء ستقتلك. بالعكس، ستكون فخورة بك إن علمت أنك معي. ولا تغفل على نفسك في هذه الغرفة. هيا هنري، لنبحث عن تلك النساء. وإن علمت أمي. اهدأ، أعلم جيدا كيف أهدئ السيدة لويزا. كيف أعاملك لويزا؟ متوترة ولا أجرؤ على التكلم معك. أتعتقد بأن مشاكلي قليلة؟ إسكيل توفي وترك لي كل مشاكله، ويبدو أنه فعل هذا قصدا ليزعجني. لا تقولي عنه هكذا، وتذكري بأنه مات. مات ولا يزال يضايقني وهو في قبره، وخصوصا بعد أن ظهرت له ابنة غير شرعية. تلك الفتاة كارلوس، تلك الفتاة ستجلب لنا المشاكل، سترى. بإذنك سيدتي، الطعام جاهز. ليأكل الجميع، لست جائعة. لويزا أرجوك. لست جائعة. منذ أيام وأنت لا تأكلين شيئا، ستمرضين في النهاية. لما لا تأكلين قليلا سيدتي؟ لقد حضرت لك حساء طيبا ولذيذا، لأن أدى الميرة قالت لي لا أريد أن أكل سارة، لا أريد، اتركوني بسلام أرجوكم. ماذا تفعلين هناك؟ لما لا تتحركين؟ ألا تسمعين بأن جرس الهاتف يرن؟ نعم سيدتي، اعذريني. نعم، لقد تعبت، ما من أحد كفؤ هنا. عذرا سيدتي، ولكنه السيد أنطونيو إنفانتي. وأخيرا. ألو أنطونيو، أنت متأكد؟ حسنا، سوف نرى. ماذا هناك؟ وجدها أنطونيو، وجد أخيرا غوادالوبي سانتوس. بقي يبحث عنها إلى أن وجدها، والآن سيجلبها إلى البيت، ويريدنا أن نعامل غوادالوبي سانتوس وكأنها من السامبرانو. هي من السامبرانو. هذا ما سنراه كارلوس. ربما لم تكن هذه الفتاة الابنة الحقيقية لإسكيل، ربما كانت شخصا آخر.
لكنني أعرف أنطونيو جيدا ولا أظنه قد أخطأ، فهو رجل جاد ومسؤول ومحترم. نعم أعلم ذلك، لا حاجة لأن تذكرني. لكن حبيبتي، ربما كارلوس لن تقبل هذه الفتاة بالبقاء معنا. إن كان لديها القليل من الكرامة وعزة النفس، ربما لن تقبل حسنة من أبيها بعد موته. تظنين؟ لا أعلم، لا أعلم. أتمنى أن يحصل شيء، أي شيء ليمنع تلك اللقيطة المشؤومة من دخول هذا البيت. بالرغم من كونها ابنة إسكيل، فهي لن تكون الابنة الأصيلة للسامبرانو. مؤسف، كان هذا كله من أجلك أنت كي تخرجي. تصوري أنني تحملت مزاج ويلي كي ألعك تخرجين وتمرحين قليلا وتتعرفين إلى ذاك الشاب الظريف، وأنت لم تهتمي به. ألم يعجبك؟ بالنسبة لي كان يبدو لطيفا جدا، ولكنك لم تأبه له. ما إن وصل ورآني حتى أراد الذهاب. طبعا ما من أحد يرغب بالخروج. ما أرجع. لا عزيزتي، ليس صحيحا. اسمعي، فلو تكلمت معه قليلا لما رحل. لكن كاتشيتا ما أكلمه، ماذا أقول له؟ ولما تسألينني أنا؟ قولي له ما تريدين. أي شيء، ستجدين موضوعا تتحدثين به. بصراحة لقد تعبت كثيرا معك، صدقيني. أبحث لك عن شبان وعن أصدقاء، أحاول أن تصادقي أحدا بلا جدوى، فأنت لا تساعدينني ولا تهتمين لأي كان. بالعكس، فبدلا من أن تبدي ظريفة ولطيفة أراك تنطوين على نفسك. ماذا تريدين؟ ألا ترغبين بأن يغرم أحد بك؟ بصراحة أنا لا أعلم ماذا يجب أن أفعل بك. من طلب منك التدخل في حياتي؟ من طلب أن تبحثي لي عن أصدقاء؟ هل طلبت منك ذلك؟ لا يهمني أن بقيت عزباء وحيدة، لا يهم. كاتشيتا، لا أريدك أن تبحثي لي عن زوج، ولا أريدك أن تعرفيني إلى أحد، لأنهم عندما يرونني يهربون بسرعة. كفاك الذي هرب. طبعا فمظهري يزعجهم وعاهتي تهربهم، ربما يضحكون علي. لقد تعبت من سخريتهم وشفقتهم. أحذرك، لا تبحثي لي بعد اليوم عن أي رجل كان. أنا لن يغرم أحد بي، هكذا أفضل. إياك أن تجعلي مني أضحوك. دعيني وشأني. ما بك صامتة شاردة؟ مؤكد أنك تفكرين بما قلته. كاتشيتا، أحيانا تحصل لي أشياء غريبة، أشعر برغبة لأن أقول شيئا، أغضب أعارض أصرخ وأصرخ. هذا رهيب، لكن كل هذا يحصل في مخيلتي، وفي الواقع لا أفعل شيئا ولا أقول شيئا ولا حتى أفتح فمي. لكن هذا يحصل مع الجميع، فعندما يواجه المرء مشاكل مع البوليس، مع المدير أو مع أي كان، يقول في نفسه لو قلت هذا، لا لو قلت غير هذا. هذا يحصل. لكن يبدو لي أني أفعل ما أتخيله. لأن خيالك هذا لا حدود له. هل يمكنني أن أعلم الأشياء التي نطقت بها من مخيلتك منذ لحظة؟ لا، لن أخبرك. أعرفك. انسي الأمر، فأنا أعلم أنك لا تستحقينها. أي يوم هذا؟ اسمعي، لما لا تنقلين هذه الدومة من هنا وتضعين رزنامة مكانها؟ لا، لن أفعل هذا، فالرزنامة علقيها على حائطك. هل تقولين لي ماذا تفعل صورة الأهرام المعلقة هنا؟ أحيانا أقف أمامها ولا أتحرك، فقط أنظر إلى الأهرام. سأسافر إلى مصر يوما ما، سأزورها وأمضي بعض الوقت حيث أبو الهول. تعلمين يوجد فيها ممرات داخلية
يقولون إنها تعود إلى آلاف السنين. هناك رموز والكتب تشرح تاريخها، وفي الداخل يوجد سر كبير يتعلق بالسيد المسيح وبالكائنات الفضائية. لا 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 تكمل جوادالوبي. بلى بلى، أعلم أنك لا تؤمنين بهذه الأشياء. لا ليس هذا، لكنني أفكر بشكل آخر. كيف أدفع الكهرباء والتليفون والإيجار؟ هذا ما أفكر به. أفكر كيف سنتدبر أمرنا، وأنت كأمي تعيشين في حلم كبير ولا تعترفين أبدا بواقع الحياة، وتنتظرين بأن يأتي أحدهم ويقرع الباب ليأخذك إلى عالم آخر. حسنا، سأذهب إليها وسأجلبها لتعيش في بيتها مع سمران وعائلتها. أتصور كم ستفرح بالخبر تلك الفتاة. من يعلم؟ علي أن أعلمها بأن والدها مات. هذا صحيح أنطونيو، لكن في كل حال ما كانت لتحبه أبدا، فهو في حياته لم يهتم بها. سنرى كيف ستكون ردة فعلها. سأتصل بك، لدي أعمال كثيرة. انتبه لنفسك. باي.